إذن قضية الآثار المصرية المهربة في العاصمة البريطانية لندن وبيعها بالمزاد العنلي في قاعة كريستز بلندن والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الآثار وأيضا وزارة الخارجية وعدد من الجهات لتتبع هذه القطع الأثرية وأيضا النيابة العامة المصرية. دكتور يوسف حامد خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية السابق ضيفا كريما معي، برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. ويبدو أن هذه القضية وعدم الاستجابة من الحكومة البريطانية كان لها التبعات الكثيرة، لأن في اجتماع للجنة القومية للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار. ما هي الإجراءات اللي بتتبع في مثل هذه الحالات؟ قطع أثرية خرجت بطريقة غير مشروعة تباع في مزاد علني، الحكومة المصرية تطالب باستردادها. هو في الحقيقة يعني مش عايز أقول أن القطعة دي خرجت بطريقة غير شرعية، لأن احنا ما عندناش حاجة تثبت كده. طبعا انا مصري وحامي للاثار المصريه، ولكن الصلاه دي صلاه المزادات ما بتقدرش تعرض حاجه الا اذا كانت عندها وثائق ان القطعه دي بيعت على ارض البلد دي سواء كانت لندن او غيرها من البلاد الاجنبيه اكثر من مره، وانها خرجت قبل اتفاقيه اليونسكو المبرمة مع العديد من الدول ومن ضمنها مصر عام 1972، لأن ده هيأثر على سمعتها. كان في تحرك لما شفنا أن القطعة دي معروضة للبيع في الصالة، لكن ما قدرناش نوقف بيعها لأن ما عندناش دليل قاطع أنها خرجت من مصر بعد التاريخ ده 72، وأنها خرجت بطريقة غير شرعية. كم عدد القطع تقريبا ومن ضمنها منحوتة؟ حوالي 45 قطعة رأس تمثال. أيوة، رأس من الكوارتزايت. قد إيه من القطع يا فندم؟ 45 قطعة. يعني 45 قطعة ما أقدرش أعرف كدولة مصرية خرجت سنة كام؟ طب فين الوثائق من الطرف الآخر؟ ما هي هم معاهم وثائق. وثائقهم إيه؟ إن دي اتعرضت في مزادات من قبل وبيعت. اللي أنا عايز أقوله حضرتك إن تجارة الآثار كانت مشروعة لغاية سنة 83، كان في تجارة للآثار وكان بيخرج من مصر مشروع قانون آثار، قطع آثار أيوة بموافقة مصلحة الآثار، ولكن قطع مكررة مش قطع فريدة. زائد القسمة اللي كانت بتحصل بين البعثات وبين الحكومة المصرية في الوقت ده، طبعا الى جانب الاهداءات اللي تمت من بعض الملوك والرؤساء. لكن في الحقيقه قانون 117 لسنه 83 منع الكلام ده. وزائد الاتفاقيه اللي انا اشرت اليها في كلامي اللي هي 72، قالت بقى اللي خرج من مصر قبل تاريخ 72 ملناش حق ان احنا نتكلم فيه. حتى لو كان طالع يعني ما كان في طريقه شرعيه، يعني مش هقدر اقول كده، لكن اللي بعد 72 بطريقه غير مشروعه من حقنا ان احنا نطالب بيه. بطريقه غير مشروعه يعني ايه؟ يعني مسروق من متحف، مسروق من موقع اثري، مسروق من حفائر كانت قائمه او اثناء ترميمه، لكن هيبقى عندي توثيق ليه. لو انا تقدمت بالتوثيق ده هجيبه. يعني على سبيل المثال كانت في قطعة معروضة في صالة بونهامز برضو في لندن، كلام ده سنة 2008، مسروقة من مقبرة موترديس زوجة إلهية في منطقة العساسيف في الأقصر. القطعة دي حضرتك منشورة في دورية سنة 74، لكن بنشرها ده واتقال في النشر إنها اكتشفت ما بين 72 و73 قدرنا نرجع القطعة دي، وكان لي الشرف ان انا اللي رجعتها من الصالة دي بعد ما اوفدني معالي الوزير الدكتور زاهي حواس للندن ورجعت القطعة دي. عايز اقول الصلاة دي محترمة جدا، بس انت اثبت لهم ان القطعة دي خرجت بطريقة غير مشروعة، واثبت لهم ان انت عندك توثيق للقطعة دي. يعني مثلا الرأس دي لو انا عندي جسم التمثال موجود
في احدى المعابد سواء كان الكرنك او الاقصر او اي حاجه في هليوبوليس، لان الملك ده كان له منشات كتيره، ممكن ان احنا نقول الجسم اهو والراس هي اللي عندكم، يعني شيء من هذا القبيل. او لو كنا نقدر نعثر على بوليصة شحن اتشحنت بيها ضمن حاجة معينة، هنقول يعني انا عايز اي وثيقة. ايوه بس هي لو اتهربت بعد التاريخ ده يبقى انا معيش هذه الوثيقة. اتهربت يبقى كانت مسجلة. مسجلة عندي. عندي. وده مش موجود عندي. فعشان كده انا بقول لحضرتك اغلب الظن، وزي ما قالوا في الصالة ان القطعة دي بيعت اول ما بيعت في اوائل الستينيات من القرن الماضي، وبيعت اكثر من مرة. والقانون هناك سواء عندهم او في امريكا بيقول ان لو القطعه تم بيعها على ارض البلد اكثر من مره فدي بتخضع للقانون بتاعها. طيب وده بالنسبه لل 45 قطعه؟ بالنسبه لل 45 قطعه زي ما قلت لحضرتك، اصل في متابعه من اداره الاثار المسترده لكل ما هو بيباع في الصالات. يعني هي بيعت وخلاص، يمكن يعني انا واحد من الناس اللي احنا نادينا قبل البيع ده، مفيش حل الا ان احنا نتدخل ونشتريها، ونشد رجال الاعمال ان هم ممكن يعني يتعاونوا ونشتريها. واتكلمت عن المتحف المصري الكبير وقلت ان في تبرعات وفي هيئه الجايكه اليابانيه بتدي فلوس. القطع بيعت بحوالي 5 حوالي مليون و700 الف استرليني، يعني يقارب الخمسة مليون. فيعني كانت من السهل ان احنا نشتريها. لكن في الحقيقة أنا عايز أقول طب إحنا نعمل إيه حتى لا يتكرر مثل ما حدث؟ لا أنا عايز أعرف الأول جهود الانتربول أو مخاطبته أو الإجراءات اللي مفروض إن هي تتخذ. طوال الفترة اللي فاتت في الحقيقة وزارة الآثار والتعاون الدولي، وطبعا وزارة الآثار متمثلة في إدارة الآثار المستردة، بذلوا مجهود كبير جدا جدا مع السفارة بتاعتنا وزارة الخارجية والسفارة اللي موجودة في لندن، ومع الحكومة البريطانية ومع الصالة، لكن هم بيحكموا قوانين، ولابد ان احنا نعرف ده، ولابد ان احنا نعرف ان احنا ترس في المنظومة دي، نخش في القوانين دي وناخد بيها هناخد حاجتنا، لكن هنقعد نتكلم واحنا ما عندناش دليل مش هينفع. هم قالوا احنا عندنا وثائق واطلعوا عليها اعضاء السفارة بتاعتنا هناك، ما فيش أكتر من كده. حتى لو إحنا عملنا قضية في الوقت ده، أولا المحامي اللي بره بيبقى غاليين جدا جدا، وبتبقى القضية في أغلب الظن وحصل كتير إنها ما بنكسبش القضية. اللي حصل إنها بيعت، وده باللجنة عقدت بعد ما بيعت الرأس. هل ممكن كانوا هيضغطوا على البعثات البريطانية الأثرية اللي شغالة في مصر؟ 18 بعثة تقريبا في البريطانية تقريبا في الأراضي المصرية للتنقيب عن الأسر. بالظبط، لأن أنا بقول هي القطعة مصرية، لكن كان في تجارة. لكن خلينا واقعيين واحنا بنتكلم، علشان لو حدث إن في قطعة بره وأنا عندي تسجيل ليها، عندي وثيقة ليها، أقدر أجيبها. مش كل حاجة هنقول يعني ايه حاجة اتباعت. احنا فرطنا فيها لما كان في قانون بيبيح الاتجار في الاثار ده لحضرتك. طب نعمل ايه دلوقتي عشان ما يتكررش ده؟ انا عندي قانون صدر 3/61 سنة 2010 في مصر هنا، قال والله الناس اللي عندها قطع اثرية تتقدم لوزارة الاثار علشان احنا نشوف ايه اللي عندهم، وعلشان نسجل ويكون في عملية حصر للناس. تقدم ناس كتير جدا جدا وقدرنا نعرف اللي عندهم. ده بيدي مردود كويس للدارسين. وبتفضل عندهم؟ وبتفضل. يعني هم بيثبتوا هم خدوها ازاي؟ ما هو لازم بقى يكون في اثبات. برافو على حضرتك، ان لازم نعرف مصدرها ايه. في الغالب الاعم بيبقوا وارثينها. لان زي ما قلت لحضرتك كان في مشروعية للاتجار في الاثار وممتلكات، يعني في واحد عنده مجموعة خاصة بيه ورثها عن أبوه ورثها عن جده، فأنا لازم أعرفها وسجلها وخليه حائز عليها عشان لو حصلت إن في ظهور لقطع جديدة أقول له من أين لك هذا؟ أنا عايز ده يحصل بره. طب وأنا هثبت إزاي إن دي كانت ميراث؟
ما هو حضرتك بيتقدم بي بي بيقول ان الحاجات دي انا وارثها عن ابويا او وارثها عن جدي، وبيبقى معروف يعني، يعني بيكونوا كلهم عائلات وكلهم ناس محترمه جدا. ما يجيش واحد مثلا من العامه ويقول لي انا عندي اثار وارثها، وارثها من فين يعني. المهم ان انا احصرها، حتى لو هي كانت عنده مجموعه احصرها، علشان انا ببص للمستقبل، ظهور اي حاجه تاني اقول له انت جبتها منين، وبالتالي انا بقضي على عمليه الحفر خدسه. عايز اعمل ده بره. اي حد عنده برايفت كوليكشن، عنده مجموعات خاصه بيه، ده بقى هيجي عن طريق التعاون الدولي وعن طريق وزاره الخارجيه مع وزاره الاثار، مع زي ما قلت لحضرتك دبلوماسيه ناعمه مع الحكومات اللي بره. طيب افرض في حاله ان هو ثبت ان دي مثلا اي اسره او اي عيله ثبتت ان هو عنده عدد من القطع الاثريه، هل من حقه بها؟ في الداخل ولا في الخارج؟ في الداخل او في الخارج؟ لا حضرتك، قانون 117 لسنه 83 قال اللي عاوز يبيع اداهم مهله 6 شهور، لان كانت في تجاره. ما هو معظم التجار لا، دول انا بتكلم فيما بعد القانون. ما انا بقول لحضرتك تجريم ال 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 لا بعد القانون، يعني هي 83 قدهم 6 شهور ثم 6 شهور يعني 84، بعد 84 منع الإتجار خالص. طيب تمام، اللي عنده قطع أثرية هيفضل حائز محتفظ بيها، لكن في بعض في حال ناس إن هو باعها بيحاسب أو بيجر، ده جريمة. في بعض ناس تنازلوا طواعية عنها لصالح مصلحة الآثار أو وزارة الآثار فيما بعد. لكن حضرتك اللي عنده حاجته إحنا عملنا له حيازة ودفاتر وحصرنا اللي عنده، وبنمر عليه وزارة الآثار بتمر عليه متمثلة في إدارة الحيازة وإدارة المقتنيات كل 3 شهور، يعني حوالي 4 مرات في السنة، عشان تتأكد إن القطع اللي موجودة عنده موجودة عنده. ده اللي بيتم. إحنا لو عملنا ده بره مصر هنمنع إن من آن لآخر تظهر بعض القطع في مزاد ونبتدي نقول عليها لا نوقف المزاد وما نبيعش القطعه دي، لا هتبان على طول، لان هقول له المجموعه بتاعتك انا محيزها لك ومعروفه انت عندك ايه، الجديد اللي عندك ده انت جبته من فين؟ لا. وبالتالي هنقدر نحصر العمليه. طيب احنا معانا عبر الهاتف سياده اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخليه لمباحث الاموال العامه، برحب بحضرتك سياده اللواء. اهلا بك يا استاذه هبه، تحياتي لك وللدكتور يوسف، وتمنياتي لكم بسهره ممتعه، وتحياتي للقائمين على الاعداد. انا بشكر حضرتك. سياده اللواء، تجريم الاتجار في الاثار المصريه وفقا للقانون، كيف يتم العقوبه؟ كيف تقع وعمليات التتبع لمثل ما يقوم بهذه الفعله؟ شوفي، هو حضرتك العملية لها 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت في أوائل القرن الماضي، ما كانش مجرمة حيازة الآثار ولا التنقيب عنها، ودي فترة، وبعدين جت فترة بعد كده كانت جنحة، ومن حق صاحب الأثر أو اللي يلاقي أثر أو اللي يشتري أثر، وكانوا موجودين البازارات موجودة في منطقة نزلة السمان وفي وسط البلد للاتجار في الآثار. إنما بعد ثورة يوليو وفي الثمانينات تم تجريم ذلك، ومنعوا حيازة الآثار ومنعوا التنقيب عليها، وآخر حاجة القانون الحالي اللي مطبق. هو الآثار دلوقتي ده أصبحت مالا عاما مملوك للدولة ملكية كاملة. تمام. وأصبحت جريمة مال عام، سواء في تهريب الأثر أو في حيازة الأثر. عقوبتها بتصل لإيه يا فندم؟ نعم. عقوبتها بتصل إلى قد إيه؟ العقوبة اللي موجودة في قانون حماية الآثار من 3 ل7 سنوات، إنما لو طبقنا قانون مكافحة جرائم الأموال العامة وهي تهريب الآثار أو اختلاس الآثار أو حيازة الآثار بغير وجه قانوني،
دي تبقى جريمة مال عام وتاخد أشغال شقة مؤقتة اللي هي 15 سنة. فدي لو طبقنا هذا أو عملنا هذا القانون وأجريناه على كل الحائزين للآثار يبقى ده. وبعدين عملية التهريب للآثار يجب أن نطبق عليها عملية اختلاس للأثر وتهريب الأثر، فتبقى جناية مشددة وليست جنح التهريب آثار للخارج. دي على هذا الأساس يبقى أنا بشدد العقوبة في الداخل. وبعدين ده احنا عندنا ثلث آثار العالم، أو يمكن نقول إن الآثار القيمة في العالم كله هي الآثار المصرية. طيب. لما نبص نلاقي في متاحف لندن وفي متاحف باريس وفي متاحف أمريكا كلها آثار مصرية، يبقى لابد إن احنا نعمل وقفة ونقول هل هذا الأثر موجود وخرج من البلاد بطريقة شرعية أو خرج بطريقة موافق عليها من الدولة أو إلى آخر. أما نبص نلاقي مزاد في لندن ومزاد في باريس ومزاد في نيويورك على آثار مصرية ونكتفي بان احنا بنوقف المزاد ونعمل عملية استرداد، دي يعني انا بقول طيب في الحالة دي، في حالة عدم الاستجابة من الدولة اللي تم المزاد على ارضها، بيكون شكل التعاون مع الانتربول ازاي؟ لا احنا ما احنا بنخسر، لازم انا اخسر الانتربول بالاثار المهربة خارج البلاد، ولازم يبقى فيه قانون دولي بالنسبة لحيازة الآثار الخاصة بالدول المختلفة. ولو نقول لحضرتك أيام من سنة 11 في آثار كثيرة في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، وبعض الآثار المصرية اللي هربت خلال سنة الانفلات الأمني سنة السودة بتاعة الإخوان، كل ده موجود خارج البلاد. فلا بد ان احنا نلجا للامم المتحده ونلجا لليونسكو ونصدر قانون دولي بتحريم الاتجار في الاثار ايا كانت الا من خلال قنوات شرعيه وممتلكات مؤصله باوراق مسجله من البلد صاحبه الاثر في الاصل. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة سابقا. دكتور يوسف، شكل التعاون مع منظمة اليونسكو ممكن إزاي تديني الدعم اللازم للحفاظ على الأثار أو حتى في تتبع القطع اللي بتخرج بشكل غير مشروع؟ هي منظمة اليونسكو طبعا بتحافظ على الملكية الفكرية لجميع الدول ومن ضمنها طبعا مصر، وزي ما قلت لحضرتك احنا مضينا على اتفاقيه مع اليونسكو سنه 72. بنلجا لليونسكو، بس اليونسكو برضو احنا بتحكمنا مع الدول الاخرى بعض الاتفاقيات والقوانين، واليونسكو بتقول لي هجيب لك القطعه بتاعتك لكن اديني ما يثبت انها خرجت طبقا لي الاتفاقيات. طب ما الطرف الاخر يديني ما يثبت، ما هو عنده يا فندم، هو عنده سند الملكيه، ما هو بيقدم، الطرف الثاني قدم بيقول انا عندي اهو زي يعني سقاط بيع من الستينيات، هو ده اللي عنده. انت بقى وريني. طيب اللي يفصل في الامر اليونسكو اللي تفصل المنظمه الدوليه لكن لازم اديها وثائق علشان أو لها موقفي أهو القطعة دي بتاعتي أهي، هي معلش مش مسجلة عندنا، يعني خلينا يعني إيه، هي قطعة آثار مصري ومتاخدة من إحدى المعابد المصرية لكن مش مسجلة عندي، لأن هو التسجيل ده هو شهادة الميلاد الشرعية للقطعة. خطأ إن لم يتم تسجيلها في الماضي، عشان كده بيقول إنها خرجت قبل كده، قبل إحنا ما نتفق مع بعضينا، ولما كانت في التجار مشروع في الآثار، وده اللي بيحصل. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور يوسف حامد خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية السابق. أهلا بك يا فندم.
أشكركم على المتابعة. انتهت هذه الحلقة في من القاهرة، لكن طبعات أولى لصحافة القاهرة صحافة الغد مع زميلي شهاب شعلان بعد لحظة. إلى اللقاء.